الو، اتفضل الو، اتفضل. مرحبا شيخ وليد. معاك وليد، اتفضل. شيخ وليد، السلام عليكم. وعليك السلام. اولا، هل تسلم بالصحه الحديثه ام لا شيخنا الفاضل؟ يا باشا، بغض النظر سلمت بصحته ولا لم اسلم بصحته، ده الحديث ده موجود عندكم انتوا. فبغض النظر، نعم. انا عايز افهم ما معنى الحديث. فهمني الحديث ونطبقه على ارض الواقع. بس انا سبق وان قلت الجنابك في الحلقه السابقه ان معنى الحديث ان اذا ظهر امام زمانك وانت رحت الى شخص اقل منا مستوى، فهذا معنى انت تموت ميته جاهليه. حلو قوي، هذا وانا مفهوم متفق الحديث معاك يعني. يعني عند ظهور الامام وجب على وليد اسماعيل وكل مسلم ان يتبعوا الامام المهدي، صح كده؟ وظاهر بس غائب عن انظارنا شيخنا. لا حول ولا قوه الا بالله، دخلنا في قصه غائب تانية. عفوا انا عفوا ما سالتك هو فين عفوا دلوقتي، يعني عفوا لسه ما وصلناش لمرحله ان انا اسالك هو فين دلوقتي. يعني عند ظهور عفوا الامام شيخي خالد، يجب على كل مسلم مبايعه الامام، صح؟ صح شيخي، بس انا حلو، خالد والحمد التعبير لله رب العالمين. اقول خلاص، هو واحنا غائب. موافقين على كده ان شاء الله، لما الامام يظهر نبايعه، ولن يتخلف احد باذن الله تعالى الا منافق. تمام، الحمد لله رب العالمين. تمام، يعني هو دلوقتي، خليه غير لا كلامه لا دلوقتي، يعني هو دلوقتي موجود ولا مش موجود؟ موجود لكن غاب يا لا شيخنا حول الفاضل. ولا قوة إلا بالله، غيرنا كلامنا تاني. إزاي لا هنبايعه مش دلوقتي؟ غيرنا شيخنا، يعني أنا مطالب مني دلوقتي إن أنا أبايع الإمام دلوقتي ولا أستنى لما يظهر؟ انت تبايع امام زمانك مثل ما بايع يا الصحابي أستاذ الجليل يا حذيفه أستاذ بن يا اليمان. أستاذ، أنا سؤالي واضح، هل مطلوب مني الآن أن أبايع المهدي الآن ولا أستنى لما يظهر؟ طب اسمع جوابي، انت اذا عجبك جوابي خير على خير، هي ما مش عجبك محتاجة انقض أصلا، مش جوابي. محتاجة ممكن نلف وندور على بعض. لا مش لف ودوران، طب انما انا اتفضل اقرب اتفضل وجهات النظر. ليس اتفضل اتفضل. انا سأبايع يا شيخنا الفاضل كما فعل الصحابي الجليل حذيفه بن اليمان عندما كان غائب عنه الامام علي، لم يكن موجود امامه ماديا ويراه بالعين المجرده، انما يعني سمع حذيفه بن اليمان بمقتل الصحابي عثمان بن عفان وبايع على السمع والطاعه وهو لم ير الامام، ونادى الصلاه جامعه واني بايع علي بن ابي طالب على المنشط والمكره والى اخر البيع وهو لم يراه. والامام يعني الغائب حاليا فائده غيبته كما هي فائده الشمس حينما يحجبها السحاب. هل الشمس عندما تحجبها السحاب تعني ان الشمس غير موجوده؟ لا موجوده لكن حجبتها السحاب. وليس ببعيدا غيبه الاولياء يا شيخنا الفاضل. حضرتك عن انت الامام دخلت المهدي دلوقتي، هذا انت حضرتك دخلت دلوقتي في ثلاث مواضيع. نمسك موضوع موضوع لو سمحت. نمسك موضوع سيدنا حذيفه. تفضل. اولا، سيدنا علي بن ابي طالب ما كانش غايب عن سيدنا حذيفه. مش معنى ان انا هنا في مصر والامام بتاعي موجود في السعوديه يبقى الامام بتاعي غايب. لا، دي ما اسمها غايبه يا باشا، دي غير ديت. والا لو انا قلت لك انا في مصر دلوقتي، اين الامام بتاعي اللي هو المهدي؟ انت حضرتك مش هتقدر تحدد له مكان. لكن سيدنا حذيفه لما يبايع سيدنا علي بن ابي طالب، فسيدنا علي بن ابي طالب معروف فين؟ ان كان سيدنا حذيفه في المدينه فسيدنا علي في مكه، ان كان سيدنا حذيفه في مكه فعلي في المدينه، اذا كان علي سيدنا حذيفه في المدينه فعلي في الكوفه، يعني معروف مكان هو فين. فالمثال اللي انت حضرتك ضربته ده مثال خطأ اساسا. تمام، يعني احنا موجودين دلوقتي، اسمعني بس، احنا دلوقتي موجودين على اطراف مصر والناس التانية موجوده على اطراف السعوديه، ومنهم من شافش اساسا محمد سلمان، وانا ما شفتش السيسي طول عمري، وفي ناس كتير جدا 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 ما شافتش الرئاسه بتاعتها رؤيه العين، لكن لا، شفناه في التلفزيون وجالنا الخبر ان هو بيمشي وبيضحك وبياكل وبيشرب. ولو انا عايز اروح اشوفه يديلك مخصوص، فلوس، اسمعني بس لو سمحت، ولو انا عايز اروح اشوفه مخصوص عشان اتاكد ان هو موجود هروح له. يعني سيدنا حذيفه لو سافر لسيدنا علي عشان يشوفه من يعني بعينه هيشوفه ولا مش هيشوفه؟ طب شافه قبل كده سيدنا حذيفه ولا ما شافه؟ شافه سيدنا حذيفه. فالمثال اللي انت ضربته الاول خطا، ده اول مثال. المثال الثاني، حضرتك بتقول أسمع. ان غيبه المهدي كغيبه الشمس اذا ايه اخفتها اخفاها السحاب.
اولا ده مثال خطأ جدا جدا جدا، وانتوا النصارى مشتركين فيه حتى تبرروا موضوع اصلا لا يدخل. انتم النصارى يعني نفس لو سمحت، لو سمحت انا لسه بجاوب عليك، لو سمحت. مثال خطأ 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 وعقيم جدا 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 جدا. قول لي ليه يا وليد؟ هقول لك ليه. بداية احنا دلوقتي بقى لنا 1300 سنة، لو افترضنا ان ال 1300 سنة دول طلع 13 جيل، 13 جيل من 1300 سنة الى الان 13 جيل، ده بس مش 13 جيل، ده ممكن يكونوا 25 جيل، بس انا عدي كل واحد 100 سنة، يعني معناها عندنا 13 جيل. طب لو ال 13 جيل دول ما شافوش الشمس، ما شافوش الشمس اساسا بقالهم 1300 سنة، يعني جيل جه ما شافش الشمس، اللي بعده 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 اللي بعده لحد 13 جيل. فهل الجيل ده احنا هنقنعه ازاي اساسا ان كان فيه شمس او في شمس؟ اسمع الجواب الشمس رجعني. لو سمحت خلينا اجاوبك، جواب علمي وجواب عقلي، خلينا اجاوبك بس، خلينا اجاوبك. لكن الشمس حضرتك لما بتغيب بتغيب لها يوم، الشمس السحاب بيحجبها نص ساعه وبتظهر تاني، فساعتها نقول اه والله هي شمس وليها حراره وليها ضوء وشايفينها والله هي مدوره كمان زي القمر كمان، يعني الشمس هي زي القمر والله شايفينها. لكن انت اساسا بتكلمني عن شيء 13 جيل ما شافوهوش، تقول لي اصل هو كالشمس التي غيبها السحاب. ايش لون؟ هو قال المثل الثالث ايه؟ المثل الثالث اللي انت قلته ايه عشان انا نسيته؟ بس خليني استاذ وليد، يعني انا ما اطول بالكلام لان انت عارف مين. طرح لي انا طرح الشبهه ما ياخدش ثانيه، لكن اللي جاب على الشبهه ممكن تاخد كتب. تفضل. انا باق وياك مش شبهه يا شيخ وليد. طبعا بصراحه جنابك الكريم اراك تسلك مسلك غير العقلاء حينما تطلق الاحكام وتزعم ان احكامك هي الصح المطلق والحقيقه المطلقه، فانت تزعم ان الامام المهدي لا احد يراه، فكيف راى ابا حنيفه الخضر والخضر غائب منذ الاف السنين او الف سنه؟ يعني عندكم تجوز وعندنا ما تجوز؟ شيخنا عندما تتكلم واحده واحده. اولا عشان تجيب لي اثر وتقول لي ان ابو حنيفه راى الخضر لازم صحه الاثر ده ابتداء، تمام؟ وبعدين يعني هو الخضر هيظهر للامام ابو حنيفه والخضر ما يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم، والخضر ما يظهر لسيدنا عيسى؟ اما تقولوا كلام معقول بقى، الخضر يظهر لابو حنيفه وما يظهرش لفاطمه ينجيها مثلا، الخضر يظهر لابو حنيفه وما يظهرش لعلي ابن ابي طالب ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من الائمه العشر. ما تسيبوكوا بقى من الموضوع ده وشويه هنخش في الجساس. انا عارف، فلو سمحت جاوبني دلوقتي. انت دخلت دلوقتي لمساله ثالثه الا وهي الخضر. كانت المساله الاول حذيفه، المساله الثانيه الشمس، دلوقتي انت انتقلت لمسألة الخاضر وأبي حنيفة. اثبت لنا الأول أن الأثر ده أساسا موجود صحيحا أبي حنيفة. الحديث الذي يقول أن أبو حنيفة كان يدرس الخضر هذه موجودة في كتبكم يا عم؟ مكذوب يا عم، احنا مش زيكم، مش أي حاجة في أي كتاب بناخدها وبنبلعها، احنا مش أي حاجة بناخدها وبنبلعها. يا احنا لينا عقل هنا، لينا عقل بنفكر هنا، لينا عقل. الخاضر جه لمهم التعليم سيدنا موسى وخلصت القصه، خلصت القصه على كده. يعني هو هذا الحديث موجود في كتبكم على كل حال. حاجه سياده المعمم، انت مش ناسي حاجه؟ مش ناسي ان انت ما ردتش على كلام حذيفه؟ والله العظيم مش ناسي ان انت ما ردتش على مساله الشمس، انتقلت لمساله ثانيه ثالثه الا وهي مساله الخاضر. والله العظيم انا اشتغل بتيك توك مش معمم، يعني يا دوب يصير عندي وقت واقرا خمس صفحات. ربنا يبارك يا عم، ربنا يبارك يا عم. اسمع، لا معمم ولا محزنون، انسان عادي يا عم. والله العظيم حتى المعمم بيدخل يقول انا انسان عادي، يلا مش مشكله عندي. اتفضل. لكن الله شاهد انا مش معمم يا فندم، مش معمم. انت تبدع عليه والله العظيم، انت افضل معمم على الاقل، على الاقل عندك الجراءه ان انت تدخل وتناقش، لكن المعمم ما عنده الجراءه ان هو يدخل يناقش. اتفضل. لا يمسحون بك الارض وحياه المرشد العباسي، يمسحون بك الارض. والله ما حد بينهم، والله بيخاف ايدي على كتفك، هاتهم يمسحوا الارض بيا. هو يعني هو ده في صالحهم، ده تبقى الكره في ملعبهم لما يمسحوا بوليد اسماعيل الارض. اخي يبقى الكره في ملعبهم يا اخي، انت لا تظهر نفسك كمان يا عم. ده يا شيخ، يا شيخ وليد رجع والله، ده يبقى انتصار للتشيع. هو في حد بيكره الانتصار؟
يعني في حد بيكره الانتصار؟ يقول لك انا مش عايز وليد اسماعيل عشان ما انتصرش عليه. هتقول واحد انتصر عليا؟ تظهر نفسك انت. شكرا ليك كده كده يا شيخ وليد، كده كفايه عليك، شكرا ليك.